أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين: خطبات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أمير المؤمنين عمر خطبته وجدية باب كيدي ويان. أخرج من سعد عن حميد بن هلال قال: حير أخبرنا من قف بانوشي شهد أجوغي وفاة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو بكر جيريديسي. فلما فرغ عمر مركو كفارق من دفنه آسكي صديق، نفض يده عن تراب قبره، قبره أبو بكر أيو بارك كسر راعي اسكهر قفي. ثم قام خطيبا عمر باكعي سوى قطبين هي مكانه قبر الدشيسي. فقال عمر حيري: إن الله إلهي ابتلاكم بي، إلهي بإيقوكين امتحامي، وابتلاني أنه امتحام بكم، إذنكو إيقو امتحامي ولا سكن امتحام وانسكو امتحام النهي، وأبقاني الله جل وعلا وحيري وحيري دايي فيكم بعد صاحبي نبي عليه السلام يا الصديق كذبنا إلهي بقدري إن نولاده. فوالله بان كدارتي بعير لا يحضرني إما حاضر يو شيء وح من أمركم أمورتنا أمورتنا شيخنا حويا واد مسؤولية ديننا يد عمل كان لقبنها عمل أي خلافة ولا هي الدنيا دين يو وح أمر الدنيا يا أمر آخرها مدنا ما إيمان هيو أو فيليه أو قبته أحد قف دوني أنيجا أنا هين الباب كان يقرأ عليه مركب تنوح كوضع وحي أرنت مادة حلي مادة التكليف مادة شقت مادة أنيجا قبنها يا قف كرنا ما قبنها هيو يعني وحي دبقة وحي دب يرفاضها أنيقا قبن هيا قفكرو أن قبن مجرو. لا يحضرني شيء ما حضري من أمركم حالتين يباهدين أها وفيليه وقبت أحد قف دوني أنيقا أنا هني تاسي مرد عيسو أنيقا قبن. ولا يتغيب من مقنان هيا عني أنيقا مسؤولية إغام مقن دي مقارد مدينة كبحسن مجريسو وفآلو أن كقابيو فيه حلكا دبد جرا عن الجزء قف لقاها والأمانة هي أمانة لي تنحوك وضا وحي دي مقالة المدينة جوغا دبقها أنيقا قبن وحي كبحسن إقفق حل أهانا كقابين مايو إن أن أدورت قف لقاها أو كفقها أو أقل من مسؤولية أمانة لله. ولئن أحسنوا ذلك أندري هدي وناجيا عماشي هدي حلكي أمانة سيتها أقبتان لا أحسنن إليهم يغنوا وناجين. ولئن أساءوا هدي ذلك حلك أن أديبتي المسؤولية أديبتي أي حمان لي مدينة لا أنكلن بهم عقوبة وين بندول دي دونا أبال كود بان مرين دونا دادك مدح دا هاي مسؤولين ته اندرتاي حل كسوية هده وسو بحوايا وحان أجوغنا أنا قاما وحي يغم مقان مسؤولين تاسانو دورا حسابنا ويكادن بين دون تا هذا الكاية قد بدا عمر رضي الله تعالى عنه حوك جيدية قبرقي أو بكر دوشيس. قال الرجل نكيبا يرسو وري حديثك فوالله ينكر دارته ما زاد على ذلك بلنتا عمر قريمون كزيادين كمان النقصامين حتى فارق الدنيا وحي أجوغنا سكا قبن هي وحي حل أهانا ضدنا عاسو الدورا هي. وأخرج الدنوري عن الشعبي قال: حري لما ولي عمر بن الخطاب صعد المنبر منبر كوفولي فقال منبر كي مركوفولي بيرى عمر
ما كان الله ليراني إلهي أركي مايو أن أرى نفسي إن نفتي إذا أنيغو أركو أهلا تي أصوبتا لمجلس أبي بكر هلكو أبو بكر كو استاغي جيري إن أنيغو إسو أركي إن أصوبتا أن أقلمو إلهي تايغو أركي ماياني مركم حسين مياي فنزل مرقاتا دلق دلق بودا داعي مبركونا صدح بو أها marka halkii Abu Bakar taagnaa isoo arki maayeen aanan u qalmin ehlu mayhi marka waan ka dhaadhacay meel ka hoose aan ku qodbadan weeyaan macnu wa hada tawadu'un minhu rahimahullah fa hamida Allah wa athna alayhi thumma qala huri iqra'u alquran dad yahuna quraanka akhriya tu'rafuna bihi quraanka waa laydin ku garan doonaa ya waxa laydin oran doonaa ahlul quraan weeyeen dadkaasi quraanka akhriya wa'malu bihi kuna 'amal fala quraanka تكونوا وحدا هانيسا من أهلي أهل القرآن وزينوا أنفسكم نفتيننا وحدك قرحيسا وزينوا أنفسكم وزينوا ميزام أنفسكم نفتيننا وبل وحدا تهي اسم ميزان انتو نقفك لكم ميزام أما آخر بإلهي أنلقوا ميزام وحدا تهي أذيقوا إن اسم ميزان ابن عطاء الله الاسكندران وحوران جري قفك وحيتين وكدو عيستو وحاتهاي أما وحانهاي بل إله يويتس أنك ضعيف وأنك لست بشيء وأنك يعني مواضع الضعف ضعف جيجا ميلها يعني ميلها ضعيف كي يقول براروجي وزينوا أنفسكم نفتينا ميزاما وحاتهاي أدورت بالحكم قبل أن توزنوا انت للميزام وتزينوا وحد السوق قرحسان عمل وناكسن السوق قرحسان للعرض الأكبر بندق وين يوم تعرضون على الله ما لك إلهي لذن بندق أيوه الله سوى لا تخفى منكم خافية لا تخفى أينك قرصوني منكم حقنا خافية وح قرصوني إنه شاني لم يبلغ مجارم حق ذن حق ذي حق لم يبلغ مجال حق ذي حق مد يعني حق صاحب أؤه مجال يعني قف حق لحق سمون جال أن يطاع إن لغو أطيع في معصية الله وقف سيدون ذي حقها وياشو سيدون حرمها وياشو سيدون يعني وحاوية مقامها وتاقنا ذي إن معصي إلهي لغو أطيع قفنا لك من جال ألا هو يي وإني أنيقو أنزلت نفسي وحنفت إذا دجيي من مال الله حولها إلهي بيت المالك أنا أقول نفتيد وحن كدجي بمنزلة ولي اليتيم قف أغان حوله قف وهيو هالكي لقدجي أو يتيم كسي حوله صلى الله عليه وسلم إن استغنيت هدان ككافتوم بيت المالك عففت أنوان ككافتوم يوحبك قادن ما يبيت المالك وإن افتقرت هدو فقر يقول دعنا أكلت وانعنيا بالمعروف كذا في الكنز وأخرجه الفضائلي عن الشعب نحوه كما في الرياض النضرة وعند ابن مبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهم عن عمر أنه قال في خطبته أي عمر يري حاسبوا أنفسكم حسابي قبل أن تحاسبوا انت لدن حسابين فإنه إن أذينك حساب سان أي أهون أدبير لحسابكم حسابتنا آخر وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية كذا في الكنز وأخرج أحمد وابن سعيد ومسدد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم عن أبي فراس قال وحير خطاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال وحير يا أيها الناس دذو ألا هو إنما كنا نعرفكم وحان إذن كنا نعرفكم وإذن كنا وحان وحان نعرفكم كوي إذن قرن هيا وقف كستوحي هيدا لقرن هيا إذ وقت بالا إذن قرن هيا بين أظهورنا وإن الدحجوغ النبينا نبي عليه السلام بين ظهورنا النبي إذ بين ظهرانينا صح
يا أيها الناس ألا إنما كنا نعرفكم يعني كنا نعرفكم وإن قرننا إذ بين ظهرانينا وقت إن دحجوغي النبي نبي عليه السلام وإذ بان إذن قرنها إن ننكس دوحو يهين اللي قرنها ينزل الوحي وحي يقول سود دقي وإذ أيان ننكس اللي قرنها يا وقت ينبئنا الله من أخباركم وركين إلهي النسين هي ألا هو ياي وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق نبي عليه السلام وسعدي ووردنتي وانقطع الوحي وحيقنا وقواي وإنما نعرفكم لكن ما أنت وحان إذن كقران هاي الناون بما نقول لكم هذا الكنسوس سعودي أن إذن كولا ياهاي من قفك أظهر منكم خيرا نكي خير موجيا ظننا به خيرا خير بان أم لين هينا وأحببناه عليه خير كنا وانكج علينا هينا أنه موجيا ومن أظهر لنا شرا شر قف كان كو أرقنا إنه موجينا ظننا به شرا شر بان أم لين هينا نكو وأبغضناه عليه وانا أقعرون هينا شركاس سرائركم لكن وحد قلبك كوهي ستانا إذين قرصون بينكم وبين ربكم تاسي إذيك يا إلهي بإذين دحيسا وانا قاعدة مهمة ويتهي قفك إنو كردق ما بشرك أدقو قفك إناد كردق أنتم وحاناد مقليسو أساقات كم مقليسو يا وحاناد كأركيسو لكن إنا ترى مثلا ساسو أجيدا وحاسو وطا وحاسو نييسن يهي ساسو أجيدا يا وحاسو دونيا يا وحاسو نييسن يهي ده وحاسو وح قرسون وقلبك كجرة تانا يا قران كرايا وحي قلبك كجرة إلهي كريم ما قران كرايا لكن ما تدك وحيسكو حكومة يا نحويا وقلوب توحي كجرة حقوف كستي أجيدا سواتا وحاسو كوضا انت مركا تاكورو وبحث وقفك واحد كم مقليس يا واحد كأركيس ونحكم وحيال بضان أو شكي أها يا وحيال بضان أو همي وطن واذكر رحيس المركز لكن مركز ترى هذا أنا إذا شقدي إلهي بان قبن أو أها على العليم بذات صدور وأيو والله كل كتب مركز أنا إذا نضت كقلوب تدي من باريا وجودي إنك تدي من باريا أو حقل بيجود كجرا من باريا أو دي مركز حرف أنا شقدي إلهي قبته وح كاوين يحل كاوين وذن قادي كرين مركز دش أذكر دقيسا مركز عذاب بعد إسقرين هيسا مركز حتى أنت حد كاغو قفكو يسكو يستاغو إنا تراهذا اون سرائرت إيا قلوبت إلهي باوك أنوكو وحن حكوميا وحنان أركيان مقليو وطن عمر شيقنا رضي الله تعالى سرائركم بينكم وبين ربكم ألا هو يي إنه قد أتى علي حين وقت دير بائسو مربير عمر وأنا أحسب وحن ملين هيي أن من أحد قرأ القرآن القرآن كآخرية يريد الله إيا وما عنده ينو إلهي أن درادي قرآن لو آخرية وأنا ولي جوه يستيب كليه يو إلهي أكتس وحي الله جنة فقد خيل إلي وحن لكن هذا أن أركي بآخرة وقت يد الدم به أن الرجال رقبا قد قرأوه قرآن كي آخرية يريدون به ما عند الناس وحي كدونا يو حدا كأكتو ذي الله فأريد كدونا الله إلهي بقراءته قرآن كان آخر سكيسا وأريدوه اللنا كدونا بأعمالكم أعماشينا ألا هو يي وإني والله ما أرسل مدري عمالي إليكم تذكر ما لحظة خلافة الدولة كثيرة إذن ما صدري ليضربوا أبشاركم إن جركنا قراعا إذن عذابا ولا ليأخذوا أموالكم إن حولهن قاتانا وما صدري ولكن أرسلهم وحان أصدري إليكم إذن كحقينا ليعلموكم دينكم أشقد الدولة دا. إن إدتك الدين تينا إذن بران ليعلموكم دينكم إيوا سنتكم سنة النبيين وحن أصدر أنا وين الدين تحوجيان فمن أحدك فعل به أحلق السمية فمن أحدك فعل به لق السمية سوى ذلك وحن أنا وحا أصدري وحن هينك لق السمية يوم فليرفعه إلي أنا جيسو أشكتو ذا ذاتك أن صادري ماذا حدي هذا واحد كوس ميان إيسو أشكتو ذا فوالذي نفسي بيده أيان كرت أرتب يري عمر
إذن لأقصنه منه وانك قصاص قادي وانك انتون صادر مقع عمر اما مقع الدولة دبو كب إيا قصاص بانك مريا بيولي ألا هو ياي لا تضرب المسلمين إما كان وحول هذا يضكي مرحضا وكل إياه لا تضرب المسلمين وردك مسلمين تهانيدين دري هقراعنا هذا دادك إلا قراع محن رعي شعبك فتذلوهم ودو ليسن هيسان ويدلو بيان ولا تجمروهم عيدن كالذين ديقنا ميلها كؤرونيننا لا تجمروهم انت ميل كؤرورسان فرن تهراءها اما ثقور تباءها هانا اديدين اينا يسون نقدان مركا هدي لا اوروريا دمشا حاليا عدقون مرقبتو تنمضح بيمك الله دادك يودري عيدن كوغامين هاي لا تجمروهم ميلها كؤرورينا فرن اينا يسون نقدان ها اديدين عيدن كي محل عي هدي سيدا لا سميو ميل اون لغونا هايو ان نقود كينا لو ديدو فتفتنوهم واتفتنين هيسان ولا تمنعوهم هانانا اديدين داد كانان ايدين ديريو حقوقهم حقوق دا ايليهن شعب كانينا مساكينتنا ها اديدين محل عي هدي حقوق دا لو ديدو فتكفروهم واتقاليسين هيسان وقالي وقاليان ولا تنزلوهم عيدن كهدي جيننا الغياض ميل كينا مركب ميل كينا معنى ذلك فتضيعوهم ولا كلباهي ولا سواي كذا في الكنز قال الهيثمي أبو فراس لم أرى من جرحه أبو فراس ما رأيك بيروح جرحيي ولا وثقه وبقية رجاله ثقات انتهى وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط المسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي أخرج عبد الرزاق وطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وصححه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أبي العجفاء قال خطب عمر أي قطب ذي فقال وحيري ألا هو إلا تغلو حقاليننا صداق النساء دمرك مهركودة حقاليننا فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا هذا كرام نقول لها ميركي والله قال يا دو شرف نقول لها أو تقوى عند الله أما التقوى إلهي أكتس هذا نقول لها كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم قفك أقو أولي سنعب سيد إلهي والنبي محمد عليه السلام ميركي ميركي والله قال يا هذا أي نقول لها بيري إن كرامة إيا شرف نبي قال يعني لها عليه السلام ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائي دمر كي سمون عليه السلام مهر كبحن ولا أصدقت امرأة من بناتي قبل أولين عليه السلام مهر لقم بحن أكثر إن كبدا من 12 أوقية لبئي يتبن وقية ذات إن أحدكم وقيتنا وحبرك وحلو قياس جربة أدوال إن أحدكم مد إذن كإذن كم إذن لا يغلي وقاليين صداق المرأة ناكتا وقرسد مهر كذي بوحوين بوكم مهر حتى يكون إلى أي أهات لها ناكتي وحا أحسي ليس عداوة عداوة في نفسي وناكتي بعلاد بوقاضي يعني كل كدير مهر وحوين استول لك بحيو وهي تقول نفتي سمحي وران وهي نفتي سلاك وهي ذا سنضمير كذ نفتي سنقون وهي تقول نفتي سمحي أورانكي كوكو ناكتي دي سكلفو قد كلفت لك ناياه وحان اسغوكا كلفي ون اسغوكا ديبي على قل قربتي وحكا لا اسكد دي قربت دن يوويل كان شريكان كان مثلا مرض يرى لغو قاضي يغ مثلا كيش كيرى لغو قاضي تاني حيتا وان كابحي يعني وحكا استان كابحي وين معنو مركانيك عداود بكورد لين قلبي جيسا ناكتي مركود دي انتا اسو كلفو ee meherka ha qaliyeynina saas yiri marka meherka oo de la qaliyeeyo kulli dhibaato badan bay wadataa walakin bihamdillahi wadna kana joogna ilaahay taawu ka afiyay waxa kan xeerkan la soo rogay raxmad weyn ba ku jirta dhalay gabadh ba lagama beerin karo 60,000 oo faran waa nicmad weyn xeerka la soo rogay cid kasta ay weena dhaafi kareynin laakin meelahan kale deeyo Soomaalida kale dib weyn ba dadkii ka haysta wa ukhra أرين كلا جرتي برو عمر والمهر ككل كي لقي مادو تقولونها آترا هذان وما حي لمن قتل في مغازيكم تذك مغازي ذا يغزوات ك يجهات ككل إن تاترا هذان قتل فلان شهيدا
نن كستو اللي دي للشهيد باتر هذا أو مات فلان شهيدا ساساتر هذا ولعله وحال لغايا بيكونوا إنو يهي كاردنتي قد أوقر كي ساري عجز دابته دابدي أسارنا وحو ساري عجز يعني دابده يدو كوضا يكوري هذا أو دف راحلته راحلته سيا أور كي سر لن عاذيب أساري لأورتا يقرد نعيه لغرها لاي ذهبا أو ورقا أما فضة يلتمس التجارة نن كاردنتي بلغايا بانو دادك هايسك للسعودي تجارة نو السعودي ونجهاد بو السعودين marka nin kasto oo ciidankan ku soo dhintay waa shahiid ha oranina la taqulu dhalika qof kasto shahiid ha oranina walakin qulu wa hatir hadan kama qala nabiyyu alayhi salam man qutila aw mata fi sabilillahi fa huwa fil janna sada ama man qutila fi sabilillahi fa huwa shahiid marka qofkan deel dadkan wala dhiman haya nin kasta ay qalbigooda ilaahay inba og inaku keeban shahiid leenahay وحالنا ورنكي إلهي درادي إلهي إلهي ذا سبيل وحلو جيدينا في سبيل الله نكي أردن تيفا هو الشهيد كيبا إلهي أردن تيفا كيبا إلهي أردن تأسك ومباقران جل وعلا وعند سعيد بن منصور وأبي يعلى عن مسروق قال وحير راكب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه آل المنبر ثم قال وحير يا أيها الناس دد يهوني ما إكثاركم في صداق النساء ما إكثاركم وربضان أبو يري في صداق النساء دومر كان مهير كانت بجارسي سين يعني ما أدب أبدي سين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وحياء هايكم وسيدا سمين وإنما الصداق فيما بينهم وحوءها صداق إيا مهير النبي سحاب تيسا 400 درهم فما دون ذلك يا وحكير فلو كان الإكثار هدي أي تيميرك أو لبدياي في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها ميدا أقبض السن نبي محمد عليه السلام سحاب ديسا كذا في الكنز وقد ذكرنا بعض طرق هذه الخطبة في النكاح تانا كله وحيكو عدين إن قفكو نلشي سؤردن أتكسر جرتو نبي عليه السلام إيا سحاب ديسا إمام كاقوا إنو يهي نبي عليه السلام إيا سحاب ديسا عمر وايدن كاركا صحابتي وحي كؤد بن هياي والنبي عليه السلام صحابتي سن قال رحمه الله تعالى أخرج أبو داود في كتاب القدر في كتاب القدرية وابن جرير وابن أبي حاتم إيا وغيرهم عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه خطب بالجابية جابية وماشي دمشق كتالي بك قطب دي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال حير من يهدي الله قفك الله نوني فلا مضل له ومن يضلل قفك الله لينا فلا هادي له فقال له قص ننقسيسه وقال هبا حيري ماشي فدي بين يدي كلمة بالفارسية وهذا لي مركا فارسي بكو هذا لي فقال عمر باريري لمترجم نن مترجم هبكو يري يترجم له ما يقول قال كان حيري يا إيشيك بيري قال مترجم كيبا يري يزعم وحو شيغيا أن الله لا يضل أحدا ساسو قال كان كليا فقال عمر بايري كذبت يا عدو الله بل الله خلقك الله كو أبوري وهو أضلك سغانكو هلي وهو يدخلك النار إن شاء الله نار نكو قلين دونا ولولا هدين جرين ولث عقد لك عقد وعهد iya ballan walsina yana waa wax u agshib marka hadaadan naga haysanin in wax ballan u eg ballantaas waa amaan in la idin siiyo la idin nabad geliyay ah wax aqdi iyo ahdi iyo ballan u eg hadaadan naga haysanin la darabtu unuqak thumma qala wuxuu umar inna allaha ilahi lama khalaqa adama kulku adam aburay nathara wuxuu alla yani baahiyay dhurriyatahu ubadkiisi iyo tafirtiisi فكتب أهل الجنة بقري وما هم عاملون وحي قبن دونان وأهل النار بقري وما هم عاملون وحي قبن دونان ثم قال الله حير هؤلاء كواس لهذه جنة قليان وهؤلاء كواسنا لهذه تني قليان فتفرق الناس ضدك بمركة كالتقي قد بدي كذب ويختلفون في القدر يقول قدر كيسكو هايستان وعند الله لك أيها ابن عساكر وغيره عن عبد الرحمن بن أبزة قال وحير أوتي عمر فقيل له
ilaa dadkii baa muran baa lala kala tegey qadarkii. Markaasaa cumar lagu soo noqday, waxaa la yidhi ina naasan yatakallamuuna fi lqadar, dad waxaa jira fara badan oo qadarkii ka hadlaya. Faqaama khatiiban, faqaala wuxuu yihi yaa ayuha annaasu innamaa halaka man kaana qablakum, waxay ku halaagsameen min alumami fii amri lqadar, qadar un baa lagu halaagsamay. Waladii nafsu cumar biyadihi man ku dhaartay ilaa asmacu birajulayni yatakallamaani fiihi ilaa darabtu acnaaqahumaa, laba nin oo dambe haddaan ka maqlayo waa qadar ka hadlaya, qoortan ka goynaya. Fa axjama annaasu, dadkiiba marka waxay ka hadheen qadarkii. Famaa takallama axadun, qofna muuna kaga hadlin qadarkii. Xataa dahara, ilaa ay soo baxeen. Naabiqatun, jamaacaad bishaan bay ka soo baxeen. Zaman alxajaaj, marka maalinkaa cumar ku hadalkaa yidhi intii ka dambeysay wax ka hadlay qadar ma jirin, ilaa waqtigii xajaaj. Qadarkuna waa sirun min asraari illaah, qofkii galayna wuu ku bahaa un. Marka waxaad rumaysaa un wa bilqadari khayrihi wa sharihi min allahi tacaala, saa ku dhaaf. Qala raximahu llahu tacaala, akhraj alcadaniyu can albahiliy an ana cumara qaama fi nnaasi khatiiban madkhalahu fi sham, waa markuu sham galay. Biljaabiyati, faqaala wuxuu yidhi cumar tacallamu lqur'aana, qur-aanka barta. Tucrafuu bihi, waa laydinku garanay. Wacmaluu bihi, takunuu min ahli, kuna camal fale ehel qura baa noqonaysaane. Fa innahu shaaniya lam yabluq manzilatu dii xaqin an yutaaca fii macsiyati illaah, waclamuu ogaada annahu laa yuqaribu min ajalin, lam yabluq manzilatu dii xaqin, mid xaq le xaqiisaasi ma gaadhsiinin. An yutaaca fii macsiyati illaah, waclamuu ogaada annahu laa yuqaribu min ajal, ogaada ajasha iyo geerida ma soo dhaweeyo. Walaa yubcidu, mana fogeeyo. Min risqi illaah, arsaaqda ilaahay. Qawlun bixaqin, xaq aad ku hadasho. Wa tadkiiru cadiimin, iyo nin weyn. Mathalan da oo madaxaha inaad xusuusiso ood xaqa u sheegto, ama xaqa aad u sheegto nin madaxaha, waxaad ogaataa geeridana kuu soo dhaweyn mayso, beriis ilaahay kuu qorayna kaa goyn mayso. Dadkaasoo runta loo sheego loo naseexayay, geerina kuu dhaweyn mayso, arsaaq lehna kaa goyn mayso. Waclamuu ogaada anna bayna alcabdi wa bayna risqihi xijaaban, qofka iyo risqigiisa xijaab baa u dhexeeya. Fa in sabar, hadduu iska sabro. Ataahu risqu, beriiskii oo socdaa kuu iman, ilaa kuu qoran yahay. Wa in iqtaxama, haddaa laakiin isdoondoonto tirada gidaarkaasaan jebin. Wa in iqtaxama, haddaad jiidho oo gidaarkaasaan jebin aad tiraahdo. Hataka alxijaab, xijaabkii waad jebin horta, waanad ku daali jebintiisaas iyo dabar wareegiisaas. Walam yudrik fawqa risqi, marka u dambaysana wuxuu ilaahay kuu qoray wax ka badan heli maysid. Marka de waad isdaaliisa, kanaa u tagta, kanaa samaysa, kanaa samaysa, kada fi nihaayana wuxuu rabbi kuu qorayn baa kuu yimid, kii iska fadhiyayna wuxuu rabbi u qorayn baa u yimid. Qala raximahu llahu tacaala, wa addu lkhayla, ayuu yidhi khaylka iyo fardahana, yani tababara. Wa addibu lkhayl, khaylka iyo fardahana tababara oo laylya. Wantadiluu, toogtana barta, sida wax loo toogtana barta. Wantaciluu, kabana ku socda, kabalaana ku soconin, cadayan leenahay maahane. Watasawakuu, cadaygana laazima. Watamacdaduu, ayuu yidhi tamacdaduu, waa oday la oran jiray Macd ibnu Cadnaan oo carab ahaa oo noloshada taqashuf iyo adadki lagu yaqaanay sidiisa u noolaada oo tamacduda, odaygan dhaqankiisa qaataan ka soo jeeda carab haddaynu nahay. Wa iyaakum, waxaad iska ilaalisaan. Wa akhlaaq alcajam, dadkan cajamka ah akhlaaqdooda iyo dhaqankoodana ka dheeraada oo halkii maanta ummadda ku baabaaday. Wa mujaawarat aljabbaariin, ninka jabbaarka ahee daalimkaana inaad jaar la noqoto ood saaxiib la noqoto ood fadhi wadaag la yeelatana, taana iska ilaali. Wa an yurfaca bayna wa an yurfacana, iska ilaaliya in la kor yeelo. Bayna dhahraanaykum, dhexdiinana saliibun, sanam in la taago meel aad joogtaana, taana iska ilaaliya. Wa an tajlisuu, inaad ku fadhiisataan. Calaa maa'idatin, sufrad iyo miis, ha fadhiisanina. Yushrabu calayha alkhamru,
من الخمر اللي وعب منها فريسننا وتدخل الحمام حمامنا هقلنا حمام كوا ميلها دولك قبوب انت بدن كجرا وميل قرو ديوين او لغو ميدو مركا قرد دولك هوشي سويان مركا قرد كون دوا ميل سرب لكن دل بخوريو اللو كليليو ميل عام مركا لغو ميدو او كرول حمام كان ما هكينيف كنين اكوان قرانين وتدخل الحمام حمام كان هقلنا بغير ازارين إذن كون قنتي سوسو دينين مركا ميل لغو ولا ميلينو دي اجتماعيه وتدعو هناك تجينا نساءكم دمركين يدخلن الحمامات حمامات كأنا جلنا دمركين كإلالية ومشوا عورة هذه الدمرك جوني ويهين الدواء جوني ده فإن ذلك إن دمرك حمامات كعام كه استعمالان لا يحل وملها جود يلقوا ولا مرين اجتماعي وحن شيء جيني لكن في ذن القناة ما وإياكم إسك إلالية أن تكسبوا إن أتكش قيستان من عقد الأعاجم دتك عجم كه شقوين كودة يبير هذا يد شقوضة هكش قيسنينا بعد نزولكم في بلادهم مركز تقول كودة تكتان شقوين ووين إليه هكش قيسنينا شقضا سو يم بلاد ما يحبسكم إذن كح يعني كعلين هيس في أرضكم دول كنا نقص ونقطان من تحوذر دولك أتكتين عجم كهيس السينينا شقوي ووين أو إذن كعري دولك نينا نكسو نقطان هكا قباننا فإنكم إذنكم توشكون وحالا قيابا سان إذن شيك هداد سميسان أو إذن شقوي ووين قلن أن ترجعوا إلى بلادكم لكن مركا دولك إيسا سيسا قالا دي مثلا أما عجم كي إدكتو إشقوي قبطين أسو نقطة كوات كان وإياكم وحادثك إلى لسان والصغار دل النمو إن نفتين الدليسان أو الدلنمو أن تجعلوه في رقابكم قورتين ركتان إسكايل عليها الدليننا وعليكم وحطقتان بأموال العرب حوله عربتا الماشية الماشية ذا قوار دقضا تنزلون بها حيث نزلتم وقف مركض حولها دقضا بوليها كل بحلقة جوكتن بكل جوكة ينحوله وعلموا أغاذا أن الأشربة تصنع من ثلاثة أن الأشربة وحل عباي تصنع وحلق سمية من ثلاثة صدح من الزبيب زبيبك وعينبك مركو إنجيقو والعسل إيا والتمر فما عتق وحيل الداي إلا خميريو مركو دمنا دا عقلك التكسياي فهو خمر وخمريويا لا يحل حلال ماءها إن لعباي مردو حد عقلك التكسينيو وعلموا وحده قاتل أن الله إله لا يزكي ثلاثة نفر صدح قفنا إله الدم بقود مردافع ولا ينظر إليهم من السوء ولا يقربهم يوم القيامة من السوء دوي ولهم عذاب أليم ويليهين رجل أعطى مذوان أعطى سي إمامه قفك انت بقرك يا حكومة صفقة بلن بلن بوسي وبلن تمحليه يعني إن هذا إمام نقن أو مدح نقن أن هذا كدورم بدار كل جلية يوعد يبلن محونا كرب بلن تاي صفقة يبيع داس يريد بها الدنيا فإن أصابها هدي أوف في يدنك بلن تي ودي يديسي وفعله إسنا دارتي يبلن تو جل أوف في نيا وإن لم يصبها هدي أوف في وين لم يفي له دارتي سكنك صبح مايو أذو حلقه هشين وحيو والدنيو كاس إلهي من جعله ورجل نن خرج بسلعتي ألابتي سيب الله صباحي بعد العصر بو الله صباحي وبعد العصر بو ألابتي صوردقي تدكو صوبندقي يحلف بالله بونا قدرتي لقد أعطي إنو لغسوسي بها كذا وكذا ألابتن انتاس لغسوسي والله بالله بالانتاس لغسوسي فاشتريت ألابتي بالله إبسدين لقوله دارتي سي أوجد كان إلهي ما سوء إيغو و ألابتي سيبو دير دار بين أهكو إبنية بعد العصر نمحلو يري و أوقات دا أشرف بضان دي ملايكتي سبدلي سوكوي نلجو يكوي كلا إبنهي لكن وقت كستو دار تعصر كي واللمدون عصر وحلو شاك وفضلك وقت كسئوليهي وسباب المؤمن فسوق قف مؤمن أها و لعاين وفاسق نمو وقتاله ومسلم للدلائنا كفر وقال نمو ولا يحل لك حلالكم معه أن تهجر إن تهجر تأخاك ولا الكان فوق ثلاثة أيام صدح مال مضوح كبدا ومن أحدك أتى أوتك ساحرا
أو كاهن أما فلفلو أو عرافا أما مدوح شيشيغا وأسكو ولا مدوحانية فصدقه الرميستا وحا إليهم بما فصدقه الرميستا بما يقول وحا فلفلو قال إليه فقد كفر بما أنزل على محمد بحين محمد عليه الصلاة والله والسلام ولقصو دجيي قف كاسي وحير وكقالو بي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.